طبعا نحن عايشين باجواء شارع كلابيا، حركة العيد في مناسبة عيد الاضحى المبارك. طبعا في حركة عمل وفي هبوط بالدولار، طبعا هبوط شديد، يعني الدولار 1710 ليرات، وفي حركة عمل واسعة يعني. وكل عام وانتم بخير وكل سنة وانتم سالمين. ايامكم سعيده، وان شاء الله يكون يصير السنه الجايه احسن من الوضع احسن.